ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. قصتنا بعنوان اغتصاب وزواج اجباري بقلم الكاتبة الجميلة فاطمة قنيبر. بس قبل ما نبدأ، اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك بسرعة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد بنقدمه. ويلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونكمل قصتنا. هنروح فين؟ هتجوزك. بتقول ايه؟ زي ما سمعتي، هتجوزك يا فرح. ومين قالك ان انا موافقة اتجوزك؟ انتي خايفة من ايه يا فرح؟ انا جنبك وعشان اطمن عليكي انتي وابنك لازم نتجوز. انا فاهمة كويس انت ليه عايز تتجوزني، انت حاسس بالشفقة تجاهي، وانا عمري ما هوافق انك تتجوزني شفقة. وكمان قلتلك قبل كده انا ما بحبش اكون عالة على حد. يا فرح لازم تفهمي، في حد بيحاول يخوفك وانا خايف عليكي. وفي اللحظة دي جه اتصال لمنير فرد وقال الو، ولحظات وظهر على وشه علامات الغضب والضيق، ورد بصوت عالي وقال فين العنوان. وبعد شوية قفل الاتصال، فبص له الجميع باستغراب شديد، وبص لأخته بحزن واتكلم وقال لازم انزل على مصر دلوقتي حالا. في ايه يا منير؟ طمني. عندي شغل ضروري، خلي بالك عليهم يا سليم. وخرج منير ووراه سليم ووقفه وقال له مالك يا منير، التليفون اللي جالك ده غير حالك في ثواني، ممكن تفهمني في ايه؟ ماما. ماما يا سليم؟ مالها؟ اتصلوا عليا من مصر وقالوا انها في المستشفى ما بين الحياة والموت. لا حول ولا قوة الا بالله. طب يلا بينا بسرعة نروح لها. لا خليك هنا وهبقى اتصل بيك اول ما اوصل وهطمنك. لا انا مش مطمن اسيبك تروح لوحدك، هاجي معاك يا منير. وانا مش مطمن اسيبهم هنا لوحدهم، خليك معاهم لو سمحت. يا ابني ما تخليش الاوهام تسيطر عليك، محدش هيعمل لهم حاجة. وتأكد منير بأن سليم مش هيسيبه يروح لوحده، فوافق على اصطحابه. وبعد سفر منير وسليم لمصر كانت الأوضاع عادية جدا مع فرح وسيرين، فكانت سيرين بتروح لشغلها، ولما بترجع بتقضي باقي الوقت مع فرح وابنها. أما ساندي فكانت بتبص لهم بكره وشر من بعيد وهي متغاظة منهم. وسرين كانت دايما بتتعمد تغيث ساندي بحركتها مع فرح. وبنروح لسليم ومنير اللي كانوا وصلوا لمصر ليهم اسبوع وراحوا المستشفى، وعرف منير من الطبيب ان حالة والدته الصحية مدهورة جدا وانها هتفضل في العناية المركزة. وكان منير قاعد مع سليم وهو قلقان جدا، فقال لسليم انا حاسس ان في حاجة غريبة، مش حاسس ان تعب ماما عادي كده. انت قصدك ايه؟ حاسس انها بفعل فاعل ومقصودة. يا ابني مش انت بتقول ان الدكتور اكد لك انها جت هنا بعد ما الشغالة اتصلت بالاسعاف، وانها جت المستشفى لوحدها ومحدش معاها؟ ايوه بالظبط. طب فين خالك ومراته؟ احنا هنا بقالنا اسبوع ومحدش فيهم جه. انا رايح القصر. استنى بس هاجي معاك. لا خليك هنا، يمكن تحصل تطورات في حالة ماما، وقتها تتصل عليا وتعرفني. يلا سلام. وراح منير للقصر، ولكن استغرب جدا ان محدش موجود غير الخدم. ولما سألهم عن خاله وزوجته انصدم جدا من اللي سمعه، وبعدها قرر يرجع المستشفى تاني. وبنرجع لساندي اللي كانت قاعدة بتشرب القهوة في جنينة القصر، وهي بتفكر هتعمل ايه مع فرح، ولكن قطع تفكيرها لما شافت سيرين وهي خارجة. واخيرا جاتها الفرصة وقالت في نفسها اخيرا يا سيرين سبتي الوطية دي لوحدها. فتسحبت ساندي ودخلت اوضة فرح واللي كانت قاعدة وشايلة ابنها، فاتفاجئت فرح من دخول ساندي وبصت لها ساندي بنظرات مليانة شر
وكراهية وشاورت ليها وهي بتقول بصراخ: انت فاكرة انك تقدري تنفذي خطتك وتخلي جوزي يبعد عني؟ انت عايزة تخطفيه مني؟ شكلك ما تعرفيش انا مين وبنت مين. يا ريت ما تنسيش فرق الطبقات اللي ما بيننا. وعلى فكرة انا سايباكي في بيتي بمزاجي، اما منير جوزي عمره ما حبك، هو بس بيشفق عليكي وعشان خاله اللي وصاه عليكي، عشان كده خايف يرميكي في الشوارع. قالت كده وبصت لها بنظرات كره وخرجت من الاوضه وسابت فرح وهي بتبكي بسبب كلامها الجارح، لان فرح ما فكرتش ابدا في انها تخطفه منها ولا بتفكر في الجواز منه، لانها بقت سعيده بوجود طفلها. وجه في بالها الرساله اللي شافتها في اوضتها وفضلت تسال نفسها ان كان فارس لسه عايش ولا لا، فخافت من الافكار دي وحاولت تطردها من عقلها وبصت لطفلها اللي كان نايم لانه الوحيد اللي بينسيها احزانها. اما منير فدخل للمستشفى وكلام الخادمة لسه بيتردد في ودنه لانه حاسس بالكذب في اغلب اللي قالته ومش قادر يصدق اللي قالته، ودخل ولقى سليم واقف مع الطبيب قصاد العناية المركزة، فجري عليهم لانه ظن ان والدته فيها حاجة وقال بلهفة: ايه اللي حصل؟ ماما مالها؟ مالك متوتر كده ليه؟ ما تخافش، ده انا كنت بطمن عليها من الدكتور وقال ان حالتها زي ما هي، مفيش تحسن ولسه ما فقتش من الغيبوبة. افتكرت ان في حاجة وحشة حصلت. لا مفيش، يلا تعالى قدامي على الكافيتيريا عشان تقولي عملت ايه. كانت ساندي نازلة من على السلم وسمعت صراخ الطفل فاتسحبت للأوضة بعد ما اتأكدت بان سيرين وفرح قاعدين في الجنينة، ودخلت الأوضة ولقته نايم على السرير وبيصرخ، فقربت منه وفضلت تبص له بحقد شديد لانها شايفه من وجهة نظرها ان هو اشترك مع امه في ابعاد منير عنها، واخدت مخده وقررت الانتقام فوضعتها على وشه وزاد صراخ الطفل وكانه بيستنجد بوالدته، وفضلت تضغط عليه وهي بتقول: انت وامك السبب في كل حاجة حصلت لي، وهي اللي كانت السبب من جوازتي من منير الزفت ده. اصرخ، ايوه اصرخ، دقايق وهحرق قلبها عليك وهبرد قلبي. وضحكت بهستيريا وهي لحظات وتوقف صراخه وزرق وشه، ولما لاحظت ده جريت بسرعة على اوضتها قبل ما حد يشوفها. وفي نفس الوقت كانت سيرين وفرح بيشربوا النسكافيه في الجنينة، فقالت سيرين: مش عارفة ليه مش مطمنة من سفر منير ده. عادي يعني، فيها ايه؟ اكيد شغل مهم معاه. وسكتت فرح ووضعت ايديها على قلبها، فسألتها سيرين: مالك يا فرح؟ فيكي ايه؟ مش عارفة، قلبي مش مستريح. قالت كده ووقفت بسرعة، فقالت لها سيرين: رايحة فين يا فرح؟ رايحة أشوف منير، مش عارفة، قلبي مش مطمن. ودخلت سيرين وراها، أما ساندي فكانت واقفة على السلم فوق وهي بتراقب إيه اللي هيحصل لفرح عشان تشمت فيها. ودخلت فرح وسيرين للأوضة، فقالت سيرين: ما هو نايم أهو يا بنتي. اتجاهلت فرح كلامها وشالت ابنها وهي ثواني، واتفزعت جدا ووضعت ودنها على صدر الطفل عشان تسمع دقات قلبه، ولكن اتغيرت ملامح وشها وقالت وهي بتبكي: سيرين الحقيني، منير مفيهوش نبض. ايه اللي بتقوليه ده؟ هاتي كده. وشالته سيرين واتأكدت من كلام فرح، فقالت: يلا بينا بسرعة، هاخدك على اقرب مستشفى. وجريت فرح وسيرين وبالفعل خرجوا بسرعة من البيت. أما ساندي فشافت فرح وهي بتجري وشايلة ابنها ومنهارة جدا،
فضحكت على منظرها وهي بتقول عشان تعرف يا فرح شر بيبقى عامل ازاي، وضحكت ودخلت اوضتها. وفي العربية كانت فرح منهارة وهي بتقول اوعى تسيبني يا ربي، هو ليه كل اللي بيدخلوا حياتي بيسيبوني ويموتوا؟ يا رب ابني ما يبعدش عني، يا رب انا ما اقدرش اعيش من غيره خلاص. ونزلت دموع سيرين بدون ما تحس، لانها حبت منير جدا. ووصلوا المستشفى وجريوا على اوضة الطوارئ، ووقفت فرح برا وهي بتتسند على سيرين وبتبكي ومستنية خروج الطبيب عشان يطمنها. ولحد هنا خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه ما خلصتش. يا ترى ايه اللي هيحصل للطفل؟ ومنير ايه اللي عرفه من الخدم في القصر وخلاه مصدوم للدرجة دي؟ اكتبوا لي توقعاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو واشتراك في القناة لو انت مش مشترك فيها، فهيفرحني اشتراكك جدا وانضمامك لعيلتنا. بحبكوا قوي، مع السلامة.